فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذب عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. تشبه بالكفار محرم لعلل كثيرة. نعم. منها أنه سد للذريعة، في أننا نجلب عباداتهم وعاداتهم السيئة ونستعملها ونغير دين الله عز وجل. هذه ناحية. نعم. الناحية الثانية أن هذا يورث المحبة لهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. الناحية الثالثة أن هذا يدل على التعظيم لهم، لأنه لا يتشبه إلا الحقير بمن يعظم بمن يعظمه، أو الضعيف بالقوي.